يا ترى ايه سر جولة وزير قطاع الأعمال بمصنع الحرير الأخيرة واللي كان متوقف من 12 سنة؟ ليه دولة دلوقتي بتركز على الصناعات القديمة؟ وكمان ايه سر استقباله في نفس الوقت لوفد روسي؟ هل كان الهدف فرص استثمارية جديدة؟ هنقول لك كل التفاصيل في الفيديو ده. بانكير نبض البنوك. النهارده وزير قطاع الاعمال العام المهندس محمد الشيني تفقد مصانع شركه مصر للحرير الصناعي والياف البوليستر بكفر الدوار. عمل جوله في الشركه لانها تعتبر اول منتج للالياف الصناعيه في مصر والشرق الاوسط، بس كانت متوقفه عن العمل من حوالي 12 سنه، لكن دلوقتي السياسات اختلفت، وده معناه ان حكومه مدبولي الثانيه بتشتغل بسياسه مختلفه، وهي تشجيع الصناعات المحليه وخاصه الصناعات اللي حققت فيها مصر نجاح كبير زمان، زي الحرير والغزل والنسيج. وزير قطاع الأعمال حرص كمان على تفقد خطوط الإنتاج والعمليات التصنيعية المختلفة في مصنع الحرير، وشدد على أهمية التوسع والتسويق الجيد لمنتجات الشركة علشان تقدر تحقق أكبر معدل كسب بحجم مبيعات محلية وصادرات كمان. وأكد أن دلوقتي في اهتمام كبير بصناعة البوليستر ودعم التوسع فيها، وده بيندرج ضمن توجه الدولة المصرية لدعم وتعميق الصناعة الوطنية وتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً وتقليل الواردات وزيادة الصادرات واستكمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. قال الوزير إن الفترة دي هي وقت النهوض بشركة مصر للحرير الصناعي علشان نزود قدراتها الإنتاجية، خاصة إن عندها مقومات النجاح ومنتجاتها مطلوبة للمصانع المحلية والأسواق الخارجية، لأن المجال ده مفتوح للشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الشركة التوسعية وخططها الاستثمارية. زيارة الوزير كانت حافز قوي جدا لمصنع الحرير، وأكدت كمان أن الحكومة عازمة على النهوض بالصناعة علشان تقدر توفر منتج محلي للمواطنين من ناحية، وكمان تخفض تكلفة استيراده بالعملة الصعبة من ناحية تانية، ودي خطة في منتهى الذكاء. ومش كده وبس، خلال الساعات الأخيرة وزير قطاع الأعمال استقبل كمان مدير المكتب الإقليمي لشركة روساتوم الروسية في مصر. الشركة دي متخصصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية. طب يا ترى ايه سر اللقاء؟ هل في خريطة مشروعات ممكن تجمعنا بيهم او حتى فرص استثمارية في مصر في هذا القطاع؟ الشركة الروسية دي بتقول ان عندها 14 مجال الاستثمار في 5 قطاعات في مصر، هي الأسمدة، التعدين، الإطارات، الورق، التجارة، خدمات النقل، وبتحاول تقنع المسؤولين بدعمها للعمل والاستثمار هنا في مصر. اتكلمت كمان ان عندها فرص استثمارية كتير زي انتاج نترات الامونيا والامونيا وتصنيع الاطارات، وكمان انتاج الزجاج الطبي وانتاج الزجاج المسطح عالي النقاء، وغيرها من فرص الاستثمار وعقد الشراكات الاستراتيجية. ده بالاضافة لمشروعات استثمارية جارية، منها مشروع انشاء مصنع لانتاج اسياخ الحديد سابقة الإجهاد واللي بيهدف لإنتاج حوالي 20,000 طن حديد للتصدير. ده طبعاً هيوفر جزء من الاحتياجات المحلية اللي بيتم استيرادها من الخارج. الشركة الروسية أكدت كمان أن عندها فرص استثمارية مبدئية بقيمة 442 مليون جنيه في المشروع ده، وأن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في فبراير 2025. وفد روساتوم قال لوزير قطاع الأعمال أن عنده مجالات كتير اشتغلت فيها قبل كده، وده من خلال 300 شركة تابعة ومشروعاتها الجديدة وتواجدها في 60 دولة، وأكدوا كمان أنهم طمعانين في فرص الشراكة والاستثمار هنا في مصر. كتير ما يعرفوش أن روساتوم الروسية هي أكبر شركة بناء في العالم، بتقدم أحدث جيل من محطات الطاقة النووية، بدأت إنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر في يوليو 2022 وأكبر مؤسسة نووية مملوكة لروسيا. الشركة كان ليها الفضل في تدشين المحطة النووية بالضبعة، الفرع الرئيسي الموحد في القاهرة في ديسمبر الماضي. في النهاية بنتمنى كل الخير للاقتصاد المصري في الأيام والسنين اللي جاية. أنا أشرف أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.